بدكم شو اسمه. طيب الان لاحظوا ليش طبعا ما فيش ردة الفعل القوية. في يبدو عدة مسائل. المسألة الاولى، الناس اللي بيعيشوا في هيك اجواء في القصور وبتعرفوا وفيها ما فيها، لما بكثرن النسوان والجواري بتصير القصص كثيرة، ولما بيألفوا الناس هذه القصص شو بصير؟ عادي الكيت في لندن وباريس وكذا، عادي مش زي عنا. ليش عادي؟ لانه مألوف، يعني عم بصير. وهو الحدث لما بتكرر وبنتشر خبره وبتكرر بهون بالنفوس، بهون بتتغير النفوس وبتصير بهذه الطريقة اللي انت شفتوها. هاي واحد احتمال. احتمال ثاني، انه ما تتصوروا انه واحد زي العزيز او غيره في ذاك الزمان كان يقتصر على امرأة واحدة، ثم في منهن مش بيكون اصلا جارية وبعدين ايش؟ جارية بعدين بيعتقها وبتزوجها. ليش بيعتقها وبتزوجها؟ كان في عاداتهم، على فكرة في عاداتهم القديمة، اذا كانت هذه اللي اسرت اهلها مثلا زعماء، بجوز بنت ملك، بنت وزير، بنت كذا، كانوا على فكرة في نظرتهم للامور يحترموا انه هاي ما بلقلها هذا، لانه ممكن يصير معاه هو بالعكس ينقلب الزمان. فكانوا ايش؟ خلاص هي بنت ملك ولا بنت زعيم ولا كذا، تجده ايش؟ يعتقها ويتزوجها. والدليل انه هو اصلا هي معتقة سابقا، ممكن تستدلوا فيه من مسألتين. المسألة الاولى، والف يا سيدها لدى الباب، وشو قالت النسوان؟ امرأة العزيز. اذا هي بمنظار العزيز، النسوان ايش؟ امرأة العزيز. والقرآن شو بقول لك؟ سيدها. اذا معناته فعلا هي، لذلك المفسرين قالوا ما هو الزوج يمكن اعتباره سيد. لا، مش صحيح هذا الكلام. هذه كائن مبين، كائن هو سيدها ومعتقها، وهذا كثير بنعرفه، كثير بصير كان قديما، يعتقها ويتزوجها فيكون سيدها من جهة انه ايش؟ معتقها، وهي امرأته، وهذا النوع من النسوان، وعلى فكرة ممكن يعتقها. ليش يعني زلام بالكم يعني بيعتقوها بس لانه ابوها رجال، يعني لانه ابوها يعني ملك وكذا؟ اهل زمان بقوا هيك صحيح، بس برضو يضاف الى هذا، ما هي لانها بنت ملك او كذا ممكن تكون جميلة كمان، مش زي ملوكنا اليوم. ممكن تكون جميلة لانه بتعرفوا بيكونوا عاملين سلالات هم ويدهم طايلة، فبالتالي بتكون جميلة، فصار في اكثر من دافع انه يعني يعتقها ويتزوجها، بنت نسب وحسب وجميلة كمان. طيب بتكون هي يعني لحالها، اللي عنده هي لحالها مرة واحدة يعني؟ لا، التاريخ بيقول غير هيك، وكان هذا اشي معتاد. وبالتالي المرأة اللي اخذت بالقوة السبية لا يفترض انها تكون مخلصة لك، فكان ردة فعلهم بالنسبة مع هذه النسوان بالذات مش زي ردتهم مع ايش؟ الحرة اللي تزوجتك يعني برضا الى اخره، هذه ماشي. اما الامة اللي حتى لو اعتقناها ما انت ماخذها بالقوة اصلا، ما انت ماخذها سبي، فهي تخلص لك ليش؟ فكانوا بيفهموا هالكلام هذا. وبالتالي لما يكون الفعل من مثل هاي المرأة ما بيكونش الامر مستفز. هذا احتمال ايش؟ ثاني، فاحتمال